انت بما انك امريكاني لو دخلت السوبر ماركت هتعمل ايه؟ اقدر اخد فلوس من غير ما حد يشوفني. هو ده اخرك؟ ايوه يا حبيبي، وريني انت هتعمل ايه. يعني شايفك واقف كده وما عملتش حاجه. الامريكاني يجي وانا انفذ على طول. خدت 10,000 جنيه من غير ما حد يشوفني ولا يحس بيا. انت بقى هتعمل ايه؟ تعال شوف بنفسك منك. له حضرتك بقى صاحب المحل. ايوه انا يا ابني، عاوز ايه؟ بتحب الخدع يا حاج؟ ازاي يعني خدع ايه؟ تقصد سحر يعني؟ لا السحر حرام، دي العاب خدع يا حاج، زي السحر كده. وريني اللي عندك. طب اديني 10,000 جنيه. وما تخافش يا حاج، هرجعهم لك تاني. خد يا ابني. فين الخدعة دي يا ابني؟ ده انت حطيتهم في جيبك. اتقل احد. 1 2 3 طلعهم يا حاج من جيب الامريكان ابو بنطلون ازرق ده يا حاج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل جسد نبت من صحة النار أولى به. لذلك يجب على المرء المسلم أن يتحرى من أين يأكل ومن أين يشرب ومن أين يلبس. دينك بالاقتداء بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة الكرام. متنساش تصلي على النبي وتذكر الله وتعمل شير وكومنت وتشترك في القناة، عشان ده بيساعدنا ان احنا نكمل.